افتتحت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة صالة استقبال في مبنى جنوب الصباحية التابع للهيئة، وذلك توفيرا للوقت والجهد على المراجعين من سكان محافظة الأحمدي. هذا ولا تألو الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة جهدا في سبيل توفير كافة خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وللسعي دوما في تطوير هذه الخدمات لضمان وصولها للمشمولين برعايتها. في إطار الخطوات الجادة لتسريع إنجازات معاملات ذوي الإعاقة، افتتحت صالة المراجعين في جنوب الصباحية، والتي ستسهل الكثير والكثير على سكان محافظة الأحمدي في إنجاز معاملاتهم. بالنسبة لافتتاحنا بصالة استقبال المراجعين منطقة الصباحية، جاء من حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والمشمولين برعايتها، وجاء انطلاق من توفير معاناة التنقل بالنسبة لسكان محافظة الأحمدي والمناطق التابعة لها، بحيث الصالة اليوم تقدم جميع الخدمات التي يقوم فيها المقر الرئيسي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. صالة بعيدة علي، بعيدة، صالة بعيدة، وإنها أقرب لها أحسن وقتها، أحسن ناس هذه. صالة مصغرة تشمل كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وستوفر الوقت والجهد للمعاقين وأسرهم. فراح تصير عندها اقبال بشكل كبير، لان هني قريب لهم على منطقة الاحمدي، فالمسافة هناك بعيدة بحوالي، فهني لما يدرون راح تصير اقبال بشكل كبير. اقدم له عدة خدمات، يعني خدمات اجتماعية، تعليمية، طبية، مالية، جميع الاحتياجات اللي يحتاجها المعاق ذوي احنا نقدمها. تعد دولة الكويت من الدول الرائدة على المستوى الخليجي والعربي في الاهتمام بذوي الإعاقة، فهي حريصة على تذليل الصعاب التي تواجههم. افتتاح صالة الاستقبال الجديدة يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في محافظة الأحمدي والمناطق التابعة لها، وذلك للتيسير عليهم وعلى أسرهم في إنجاز معاملاتهم. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.